كنا بنتكلم عن عماد متعب لانه صحيح. خلال الايام السابقه الحقيقه عماد يعني دخل عمل معانا مداخله الحقيقه وكانت المداخله يعني هو كان متنرفز شويه حتى هو اعتذر عن هذا الامر وبالتالي شخصيه محترمه حتى لو حس ان هو غلط بيعتذر مؤكد هي دي تركيبته عشان كده دايماً كنت أقول له عماد أنت عايش حياتك ببساطة شديدة ومستمتع كمان عماد مش من الناس اللي تعمل يعني آه. فيها أنه كل شيء الحمد لله يعني عايش حياته شاب نعم. ثم ناضج ثم نجم كبير لم يعتدي أبداً على اي من تقاليد واعراف لا كره القدم ولا ما تربى عليه في النادي الاهلي م. ويكفي ان هو يعني اكتفى بما قدمه مع النادي الاهلي ولم يفكر حتى في الانتقال للامانه يعني م. وبالتالي ما حدش يجرؤ غير انه يقول ان عماد متعب بيصعب عليه نفسه بالمعنى الدارج احنا المصريين نقولها من كتر ما انا شديد <applause> التادب مع الناس حريص على حقوق الناس بيصعب عليها نفسي بس ده الحقيقه بعد ما بيفيد بالكيل الكيل يعني م. دايما عماد ما بيستهوش الخروج للرد كابتن اسلام وانت عارفه كويس لا. لكن ساعات بيفيد الكيل كما حدث مع عماد يعني.